فيها التهابات الكبد والكلي البدئي. محاضرتنا اليوم راح ندرس فيها التهابات الكبد والكلي الثانوي. مرحب بالدكتور محمود، تشرفنا حكيم، اهلا وسهلا فيك. السلام عليكم، الله يعطيك العافية حكيم. ما شرفنا بوجودك إن شاء الله في المحاضرة، وإن شاء الله نكون ممنونين للحضور إن شاء الله مع كل الشباب. الله يعطيك العافية يا رب. على راس حكيم، الله يعافيك يا رب. هلا بنقصد بالتهابات الكبد والكلي الثانوي هو وجود اصابه كبي في سياق مرض جهازي، بمعنى انه الاصابه الكبي تكون تظاهره ضمن مجموعه تظاهرات وعلامات جهازيه اخرى تابعه للمرض المسبب. يعني هذا بنسميه التهابات الكبد والكلي الثانوي اللي بتكون في سياق مرض جهازي اخر، وهذا بالعادي بيجعل تشخيصها سهل نسبيا بوجود الاستجواب الصحيح للمريض عن كل الأعراض التي يعاني منها. تعتبر التهابات الكبد والكلي الثانوي شائعة، وإنذارها يعتبر كذلك أفضل من البديهي نظرا لمعرفة السبب والاستجابة الجيدة للعلاج نسبيا رغم خطورتها. تقسم التهابات الكبد والكلي الثانوي بشكل رئيسي إلى قسمين: التهابات الكبد والكلي الثانوي بآلي مناعي، والتهابات الكبد والكلي الثانوي بآلي غير مناعي. القسم الأول هو التهابات الكبد والكلي بآلي مناعي، وبنقصد فيها التهابات الكبد والكلي التي تحصل في سياق أمراض جهازية مناعية، ورح ندرس من هاي الأمراض التهاب الكبد والكلي اللي بيحصل بالذئبة الحمامية الجهازية، وبالتهابات الأوعي، وباعتلال الأوعي الدقيقة الخثارة ثرومبوتيك مايكرو أنجيوباثي. وهذا اعتلال الأوعية الدقيقة الخثرة بيتضمن مرضين اثنين راح ندرسهم، هو فرفريت نقص الصفيحات الخثرية أو ما يرمز لها بالتي تي بي ثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بوربرا، لازم الانحلال اليورومائي يرمز لها بالاتش يو اس هيموليتيك يوروميك سيندروم. وايضا من الامراض اللي بتترافق مع التهابات الكبد والكلي ثانوي هو صلابه الجلد الجهازيه، او بسموه التصلب المجموعي السيستميك سكليروزيس. النمط الثاني، القسم الثاني، هو التهابات الكبد والكلي الثانوي بآلية غير مناعية، والتي يمكن ان تحدث في سياق امراض كثيره مثل الامراض الاستقلابيه السكري والداء النشواني، وفي سياق الانتانات والخباثه. راح نبدا محاضرتنا بدراسه التهاب الكبد والكلي في سياق الذئبة الحمامية الجهازية الـ SLE، ومن هي من أهم الأمراض اللي بتؤدي إلى إصابة كلوي، وهو مرض مناعي ذاتي مجهول السبب يؤدي إلى التهاب في عدة أعضاء من الجسم ومن ضمنها الكلي، وهو من الأمراض التي لا تشفى وإنما تمر بفترات هجوع طويلة. لذلك يكون هدفنا من العلاج هو إطالة فترة الهجوع والتخفيف من حدة الهجم. طبعا الحمامة الجهازية تحدث بشكل أشع عند النساء بأعمار تقريبا 20 إلى 40 سنة، ويسمى مرض الشابات في مقتبل العمر. طبعا من الذئبة الحمامية الجهازية هناك أنواع غير جهازية من الذئبة، تقتصر الإصابة فيها فقط على الجلد والمفاصل دون وجود أذية جهازية، هاي وقتها تدعى بالذئبة الحمامية فقط ويكون إنذارها أفضل. أما عندما تصيب أجهزة أخرى ومنها الكليتين فتسمى الذئبة الحمامية الجهاز. الآلية الإمراضية تتشكل أضداد ضد نواة الجسم ومكوناتها، مما يؤدي إلى تشكل معقدات مناعية معقد ضد مستضد، تترسب في أنسجة الجسم المختلفة وتثير رد فعل التهابي تتواسطه المتممي، وبالتالي حدوث التهاب في الأوعية الدموية وأذية النسج المختلفة. أهم الموجودات السريرية بالذوب الحمامي الجهازي، أولاً أعراض عامة غير نوعية بسبب الحالة الالتهابية المزمنة، واللي بتتلخص بنقص وزن وتعب وحرارة وألم عضلي ومفصلي. هلأ من أهم التظاهرات بالذوب الحمامي الجهازي هي التظاهرات الجلدية. أهم العلامات اللي بتظهر بالتظاهرات الجلدية هي طفرح الفراشي الباترفلاي رش، مثل ما كنتم شايفين بالصورة، هذا مظهر مميز
طفح الفراشي بكونوا على مثل الفراشي، جسد الفراشي بكونوا على الأنف والجناحين على الوجنتين. من أنواع تظاهرات جلدية أيضا الذوبي القرصي اللي بسموها الديسكويد لوباس، أيضا بيحصل تساقط أشعار أو الحاصة اللوبيشيا وتقرحات قلاعية بالفم وبتكون متكررة، وأيضا الحساسية الضيائية الفوتوسنسيتيفيتي، وهذا كلهم من معايير التشخيص، لأن الذوبي الحمامي الجهازي بدرسوها في الأمراض المفصلية وأمراض الروماتولوجي لها 11 معيار للتشخيص، لازم ينوجد منها أربع معايير أربعة سريرية وعلى الأقل واحد مخبري لحتى نوضع تشخيص الذوبي الحمامي الجهازي. الحساسية الضيائية هي إنه المريضة وقت اللي بتتعرض لأشعة الشمس بصير عندها حساسية بالجلد، وأيضا ممكن تظهر عندها ظاهرة رينو. أيضا من تظاهرات الذوبي الحمامي الجهازي وهي من معايير التشخيص التهاب المصليات السيروزايتس، تظهر على شكل التهاب تامور أو التهاب جن، هذول بيتظاهروا ممكن يترافقوا مع انصباب تامور أو انصباب جن، وأحيانا قد يحدث عند المريضة التهاب برد. لما يكون التهاب مصليات فمعنى أنه التهاب جنب أو التهاب تامور أو التهاب بيرتو. التهابات المفاصل بيظهر بآلام مفصلية، وأحيانا التهاب مفصلي صريح، يعني التهاب مفصلي لما يقول التهاب مفصلي يعني معناه أنه المفصل محمر ومتوذم ومع تحدد بالحركي. وانتبهوا بالذوب الحمامي الجهازي الالتهاب المفصلي بيكون عادة غير مخرب وغير مشوه للمفاصل بعكس الدائرة الثانية، الدائرة الثانية بيكون الالتهاب المفصلي فيه مخرب ومشوه للمفاصل. أيضا ترافق مع وذمات بشكل تالي للإصابة الكلوية أو القلبية. هلا بنحكي على أهم الموجودات المخبرية بالذوب الحمامي الجهازي، عادة بترافق مع فقر دم شامل أو ما بسمى نقص خلايا شامل بان سايتوبينيا، بيكون غالبا غير مفسر، وهو بتنقص في كل خلايا كل السلاسل الثلاث مشكل الدم، يعني نقص الصفيحات ونقص الكريات البيض ونقص الكريات الحمر. بقوم الجسم بتشكيل أضداد تجاه عناصر الدم المختلفة بآلية مناعية، لذلك يعتبر من أمراض المناعة الذاتي. أيضا بترافق مع وجود أضداد النوى أنتي نيوكلير أنتي بادي وأضداد ضد الدي ان ايه بسموها الانتي دبل ستريند دي ان ايه، يعني اضداد الدي ان ايه ثنائي الطو. طبعا بترافق ايضا مع ارتفاع سرعه التثفل وايجابيه السي ار بي. من اهم المظاهر اللي بتميز فيها الذوبي انه بصير فيها نقص بعناصر المتممه، نقص سي 3 والسي 4 بسبب استهلاكها من قبل المعقدات المناعيه. موجودات مخبريه وسريريه تدل على وجود اذيه كلوي، حيث يحدث ما يسمى بالتهاب الكلي الذؤبي اللوبوس نفرايتس، وهو موضوع بحثنا لليوم. طبعا القصة السريرية الوصفية لمريض الذوبي الحمامي الجهازي انه شاب يكون عمره 20 سنة، بتراجع الطبيب بقصة وذمات مع سقوط اشعار والام مفصلية وفقر دم، واحيانا بتكون عنده حساسية للضياء، ومثلا ممكن تكون القصة من 8 اشهر. فلما بتراجع هيك مريضة غالبا بيكون التشخيص والذوبي الحمامي الجهازي. هلا بحثنا هو مركز بشكل أساسي على التهاب تظاهرات الكلوية للذئبي، وهي من يعني الأبحاث المهمة واللي دائما بينسأل عنها، التهاب الكلي الذئبي لوبوس نفرايتس. تحدث الأذية الكلوية في سياق الذئبي الحمامي الجهازي بسبب ترسب المعقدات المناعية في أماكن مختلفة من الكبد الكلوية، وعندها وجود SLE فمن المؤكد وجود اللوبوس نفرايتس. على الرغم من إصابة النساء بالذوب الحمامي الجهازي هي الأشع، إلا أن معدل إصابة الكلية يعني لما التهاب الكبب والكلي الذوبة بين الجموع المصابين بالذوب الحمامي الجهازي بيكون متساوي بين الرجال والنساء، لكن الذوب الحمامي الجهازي بشكل عام هي أشع عند النساء تقريبا بنسبة 9 إلى 1، أما الإصابة الكلوية فبتكون متساوي بين الذكور والإناث. الأذية الكلوية في سياق الذوبي الحمامية الجهازية غير ثابتة عند جميع المرضى، وقد تتدرج بتظاهراتها السريرية بين مزمنة بطيئة السير والتهاب كبب وكلي
مترقي بسرعة، وأيضا تختلف بنتائج المخبرية من تغيرات بسيطة في المسابي البولي إلى متهزمة نفروزية صريحة، وأيضا تختلف بمظاهر تظاهرات النسيجي بالخزع. طبعا أخطر الإصابات بالذئب الحمامي الجهازي هي الإصابة الكلوية والإصابة العصبية، وعليهما أصلا يعتمد الإنذار. لذلك يعد القصور الكلوي الحاصل في صياد اللوبس نفراتيس السبب الرئيسي للوفيات عند مرضى الذئب. سريريا بتصيب الذئب الحمامي الجهازي الكلي بشكل حتمي تقريبا في 100% من الحالات. في كل الحالات توجد إصابة كلوي، ولكن تختلف بأشكالها ودرجاتها، إلا أنها لا تظهر سريريا ولا مخبريا إلا في حوالي 70% من الحالات. في ست الحالات الأخرى بالرغم من وجود أذية كلوية إلا أنها لا تظهر على المريض أي أعراض سريرية أو دلائل مخبرية على هذه الأذية، وتسمى هذه الحالة بالتهاب الكلي الذئبي الصامت، والذي لا يكشف إلا بواسطة الخزعة وخاصة عند دراستها بالمجر الإلكتروني. مخبريا بالإضافة إلى الموجزات المخبرية العامة في الذئبي، تظهر الإصابة الكلوية مخبريا في بحص البول والراسب بشكل تناثر كبة. مثل ما درسنا التناثر الكبة تلاقي فيه بيلي بروتيني بيلي دموي واسطوانة كريات حمر وكريات حمر مشوهة، فيعني بسموها هي الرسابي الفعالي، بيلي دموي مع كريات حمر مشوهة وبيلي بروتيني تحت نفروزي، يعني بتكون تقريبا بين 1 إلى 3 جرام في بول 24 ساعة واسطوانة كريات حمر، مع العلم أنه من الممكن أن يتظاهر لوبيس نفراتيس بمتلازمة كبية أو متلازمة نفروزية، وذلك بالحسب المظهر التشريحي اللي بيكون بالخزعة. هلأ تشريح المرض بالتهاب الكبد الكلي بالذئبي. تتميز الذئبي بأن المقلد الأكبر لمعظم الأنماط التشريحية المرضية لالتهاب الكبد الكلي البدئي، بدءا من عدم وجود تظاهر مرضي واضح، يعني ممكن تكون سايلن، وانتهاء بالتصلب الكامل. فممكن إنها تقلد التهاب الكبد الكلي المنمي الغشائي او الفوكال سيجمنتال، يعني التصلب البؤري. لذلك لابد من اخذ خزعه حتى لو كنا متاكدين من انه المريض عنده ذئبي. لازم تتاخذ خزعه لنعرف، لانه في ست اشكال تشريحيه مرضيه للالتهاب الكبد الكلي في سياق الذئبي. لذلك لازم نتاكد تماما شو نوع التهاب الكبد الكلي الموجود عند مريض الذئبي، لأنه العلاج بيختلف والإنذار أيضا. تقسم تبعا لذلك إلى ست أنماط. النمط الأول هو المينيمال ميزانشيال لوبس نفراتيس، وهون بتكون الوظيفة الكلوية طبيعية، وهذا بيشبه الداء قليل التبدلات اللي حكينا عنه، اللي هو بيصير أشياء بيحصل عند الأطفال بيظهر على شكل متلازمة نفروزي، ولكن بالمجهر الضوئي ولا بالتألق المناعي بنلاحظ وجود أي تبدلات بخزعة الكلي، فهذا بيشبه تشريحيا مرضيا، بتكون وظائف الكلي طبيعي. النمط الثاني هو التهاب الكبد والكلي الذئبي المنمي الميزانشيمي الميزانشيال بروليفيراتيف، هذا بيظهر بيلي دموي مجهري وبيلي بروتيني تحت نفروزي. النمط الثالث هو التهاب الكبد والكلي البؤري الفوكال. النمط الرابع وهذا الأهم، التهاب الكبد والكلي الذئبي المنتشر الديفيوز لوبس نفرايتس، وهذا أهم الأشكال وأشعة وأخطر سريريا. هذا النمط الرابع هو الأهم. عند إجراء خزعة لمريض بهذا النمط بنلاحظ بالمتجر الإلكتروني بتتوضع المعقدات المناعية تحت البيطاني، وبتعطي شكل موضح بالصورة المرفقة، نطلق عليه علامة عروة السلك. مثل هاي الصورة، هاي خزعة لمريض ذئبي عنده التهاب كبد الكلي من النمط الرابع، وبتلاحظوا هوني رح كبر لكم الصورة، هوني على اليسار مظهر عروة سلك، هذا بسموه الصب انديتيليال اميون ديموسيت ويز واير لوب ابيرانس. هاي ترسب المعقدات المناعية تحت الانديتيليوم، وبيعطي مظهر واير لوب أو بسموه علامة عروة السلك.
النمط الخامس هو التهاب كبد كلي غشائي ميمبرانوس، وهون مثل ما ذكرنا من الوقت اللي درسنا التهاب الكبد والكلي البي دي اي، وقلنا دائما الميمبرانوس بيتظاهر على شكل بيلي بروتيني غزيره وبتوصل لمرحله نفروزيه، لانه بكون تنمحل استطالات الخلايا القدميه وبالتالي بيصير الكلي تضيع البروتين. النمط السادس وهذا النمط المتقدم التهاب الكبد والكلي المتصلب المتقدم، هذا الادفانس سكليرونزينج، هذا بيلاحظ في تليف وتصلب غير عكوس ل 90% او اكثر من الكبد الكلوي، وهذا بيمثل النتيجه النهائيه لعدم علاج التهاب الكلي الذئبه، وهون بيكون المريض وصل للاند ستيج رينال ديزيز، يعني المراحل المتاخره من القصور الكلي. هلا اهميه اجراء الخزعه في سياق الذئبه الحماميه الجهازيه، نلجا لاجراء الخزعه عند مرضى الذئبه عند وجود بيلي بروتيني اكثر من 500 ميلي جرام ببول 24 ساعه او مع رسابي بولي فعالي او تراجع بالوظيفي الكلوي، ولكن بالحقيقه اجراء خزعه الكلي في سياق الذئبه الحماميه الجهازيه هو اجراء اجباري حتى وان كانت الاصابه مؤكده، وذلك لتحديد مرحله الاصابه وبالتالي توجيه العلاج. مثل ما ذكرنا هناك 6 انماط لالتهاب الكبد الكلي في سياق الذئبه، وبالتالي يختلف العلاج من مرحله لاخرى، وكلما اسرعنا بالتشخيص كان الوضع افضل. وايضا قد نلاحظ عند مرضى الذئبه الحماميه الجهازيه اجتماع عده انواع من التهاب الكبد والكلي الذئبه، فقد ياخذ التهاب الكلي شكلا ما ثم يتطور الى شكل اخر، وعند اي تغير بالصوره السريه يجب ان يعاد اجراء الخزعه. هلا علاج الذئبه الجلديه والمفصليه، يعني هي الذئبه غير الجهازيه، بتستخدم بشكل اساسي مضادات الملاريا الهيدروكسي كلوروكين، هذا للاصابات الجلديه، وعاده تستخدم المضادات الالتهاب غير السيرويدي لعلاج الالام المفصليه. يمكن استخدام السيرويدات الموضعيه او في فوموي، وغالبا هي يعني الذئبي الجلدي عاده بيكون انذاره جيد. اما الذئبي الجهازيه او التهاب الكبد والكلي الذئبه، علاجها بشكل عام يقوم على السيرويدات القشريه ومثبطات المناعه مثل السيكلوسبورين والسيكلوفوسفامين والميكوفينولات موفيتين. اغلب الافات تتراجع على العلاج الدائم ولا تتحول الى قصور، ولا بد ان يبقى المريض تحت المراقبه. كما ذكرنا يختلف العلاج وطريقته بحسب كل نمط من انماط التهاب الكبد والكلي الذئبه. في النمط الاخير اللي هو النمط السادس التهاب الكبد والكلي المتصلب، او عند المرضى الذين تطور لديهم قصور كلوي انتهائي الاند ستيج رينال ديزيز، ما بيستفيد المريض في هذه الحاله على مثبطات مناعه، وهي المرحله تعتبر استطلاب لزرع الكلي. يستخدم مرضى الزرع الكلوي الكورتيزون ومثبطات مناعه، وهي الادويه ذاتها تستخدم في علاج الذئبه، وبالتالي يكون النقص بعد الزرع نادر نسبيا، فانذار الزرع عند مرضى الذئبه الحماميه الجهازيه بشكل عام جيد. طبعا عند استخدام مثبطات مناعه يجب ان ننتبه لتعداد الكريات البيض واحتمال حدوث الانتانات الانتهازيه، لانه اغلب مثبطات مناعه بتثبط النقي وبالتالي بتترافق مع نقص بالكريات البيض. وايضا الذئبي بحد ذاته ومن معايير التشخيص تبعيته والتضامنية تبعيته انه بترافق مع بانسايتوبينيا، لهذا نتوقف غالبا عن اعطاء مثبطات مناعه عند انخفاض الكريات البيض بشده خوفا من حدوث الانتانات الانتهازي. هلا الذئبي والحمل، قد تصاب المراه بهجمات اثناء الحمل او بعد الولاده مباشره. طبعا احد مثيرات هجمه الذئبي الحماميه الجهازيه هي الحمل، لهذا يجب الانتباه وتدبير الحاله فورا بزياده جرعه السيرويدات ومثبطات المناعه. ولكن بشكل عام اذا جتك مريضه عند الذئبي، بشكل عام اصلا لا يسمح لها بالحمل الا بعد فتره رجوع للمرض لا تقل عن 6 اشهر. ما ممنوع مريض الذئبي الحماميه الجهازيه تحمل الا يكون المريض المرض في حاله رجوع تام لمده 6 اشهر على الاقل. لا يتم ايقاف الادويه اثناء الحمل، وانما نقوم بتغيير الادويه مثبطات المناعه او ادويه ارتفاع الضغط بحسب التوصيات
بأمان هذه الأدوية أثناء الحمل. الحالات التي تمنع فيها المريضة من الحمل في حال وجود قصور كلوي، هي تمنع بشكل تام، ما بتخليها تحمل في حال أن المريضة عندها قصور كلوي وارتفاع ضغط شرياني. هل ارتفاع الضغط الشرياني في خلاف عليه، ولكن مثل مذاكر الدكتور عدنان صباغ أنه بالمحاضرة أنه ارتفاع الضغط الشرياني مضاد صفاب للحمل عند المريضة المصابة بالذوب. طبعا لا نسمح للمريضة بالإرضاع، لأن الأدوية اللي تستعمل في علاج الذبي تفرز بالحليب. الإنذار بشكل عام جيد، طبعا ليس بتلك الجودة التي تعنيها كلمة جيد، لكن أنه المرض يستجيب للعلاج ويدخل في حالة هجوع لفترة طويلة في 80-85% من الحالات، وخصوصا بالمراحل الأولى. لذلك يجب تشخيص المرض باكرا ما أمكن. يمكن لبعض العوامل أن تسبب حدوث هجمات من المرض كالانفعالات والشدات النفسية، أيضا مثل ما ذكرت الحمل والولادة والتعرض لأشعة الشمس. لذلك دائما بتنبهوا مريض الذبي لعدم التعرض المديد لأشعة الشمس، وأن حدثت هجمة نعطي أدوية أقوى والاستجابة جيدة جدا وبتتحسن الأعراض. من المهم المتابعة والمراقبة باستمرار تحليل البول والراسب، وكذلك مراقبة تعداد الكريات البيض عند أعطاء مثبطات المناعة خوفا من حدوث إنتانات انتهازي. هلأ بننتقل لنوع ثاني وهو التهابات الأوعي. طبعا الالتهابات الأوعية بشكل أساسي بتدرسوها بأمراض الروماتولوجي، ولكن هون احنا راح ندرسها من ناحية من حيث الإصابة الكلوي، وهي عبارة عن مجموعة من الأمراض المناعية الذاتية مجهولة السبب بتصيب الأوعية الدموية. وبما أن الكبد الكلوي مكون من شريان صادر وآخر وارد ومشكلين كبي وعائي، فالتهابات الأوعية بتكون ذات تأثير مهم على وظيفة الكلى. التدهور السريري العامي لالتهابات الأوعية عادة بتكون بتترافق مع أعراض غير نوعية مثل نقص الوزن والتعب ووهن عام وحمى وصداع وآلام عضلية ومفصلية. أما أعراض نوعية تتعلق بنوع الأوعية المصابة والمناطق المتأثرة بهذه الأدوية. الموجودات المخبرية لالتهابات الأوعية بفحص البول والراسب تظهر الأذية الكلوية في سياق التهابات الأوعية مخبريا بشكل تناثر كبة، غالبا نفرتي، يعني مثل ما ذكرنا أنه بكون تناثر النفرتي أو الكبة بيلي دموية، اسطوانات كريات حمر وكريات حمر مشوهة. غالبا تترافق مع ارتفاع سرعة التثفل لمقادير عالية، يعني ممكن توصل لسرعة التثفل بالساعة الأولى 100 أو أكثر. انتبهوا لي على هاي الفقرة، هاي مهمة كتير. تعتبر الضاد الأنكا أنتي نيتروفيل سيتوبلازميك أنتي بادي مفتاح التشخيص والعلامة الهامة مخبريا في بعض التهابات الأوعي. وبناء على هالأضاد هاي نميز نوعين من هذه الأضاد، وكل منها بترافق مع أنواع محددة من التهابات الأوعي. هلأ عنا الأضاد الموجهة ضد البروتياز 3، هاي تسمى الأنتي بروتياز 3 وهي بسموها السي أنكا. هوني هي عبارة عن شغلة بالتلوين المناعي، بتتلون هاي الأضداد بشكل مركزي، لذلك تسمى سي يعني سنترال سي أنكا، وهي موجهة ضد البروتياز 3، وهي غالبا بتكون إيجابية في الداء في حبيبوم واغنر، أو بسمى الداء الحبيبومي لواغنر أو واغنر غرانيوماتوسيس. هاي شغلة كتير مهمة لا تنسوها، وتقريبا تتواجد بنسبة 95% من الحالات وغالبا بتكون مشخصة. النوع الثاني من الأضداد هي الأضداد الموجهة ضد المايلو بيروكسيداز في العدلات، وهي تسمى البي أنكا، لأنه بتتلون في محيط النواة أو بسموها البيرينيكولار، فبتسمى البي أنكا، وهي غالبا بتكون إيجابية في التهاب الشريان العديد المجهري الميكروسكوبيك بولي أنجيتيس ومترازم شيرج وستراوس. المترازم شيرج وستراوس هي عبارة عن التهاب أوعي بالحميضات. هلا بنجي للالتهابات الأوعية الدموية الصغيرة. أهم ما يصيب الشعريات الدموية السانخية والوريدات
الجلدي وكذلك الشعريات الدموية الكبية، لذلك غالبا ما بترافق مع التهابات كبد وكلي، ورح ندرس منها ما يهمنا كلويا وهو التهاب الشريان العديد المجهري الميكروسكوبيك بولي اجاتيس، وداء واغنر الحبيبة الالتهابة واغنر جرانوماتوسيز، وفرفورية هنخ شويل لاين أو بسموها الفرفورية التاقي. أولا راح ندرس التهاب الشريان العديد المجهري الميكروسكوبيك بولي انجايتس، هو التهاب أوعي نخرة يصيب الأوعي الدموية الصغيرة في عدة أعضاء من الجسم وبشكل خاص الرئة والكليتين. الميكروسكوبيك بولي انجايتس بشكل شائع يصيب أوعية الكبة الكلوية مسببا التهاب كبد وكلي نخرة، واللي بيكون غالبا من نمط البوتشي إميون كريسنتيك جلوميلور نفراتيس. إذا متذكرين بالمحاضرة الثالثة ذكرنا التهاب الكبد والكلي المترقي بسرعة، وقلنا له ثلاث أنماط. النمط الأول اللي بيترافق مع ترسب الضاد خطي ومثال عليها كان داء جود باستر. النمط الثاني هو نمط اللي بيكون متوسط بالمعقدات المناعية، ومن أشياء الأمثلة عليها هو التهاب الكبد والكلي التالي الانتهاب بالعقديات. وقلنا النمط الثالث هو ما بيكون فيه ترسبات لا أضداد ولا معقدات مناعية، وهذا سموه البوتشي أميون، يعني ما بيظهر فيه لا أضداد ولا ترسب معقدات مناعية، وهذا النمط الثالث من التهاب الكبد والكلي المترقي بسرعة. وذكرنا أنه من أشع الأمراض اللي بترافق معه هي التهابات الأوعية اللي بكون إيجابية السي البي أنكا، وقلنا الميكروسكوبيك بولي أنجايتس وشرق وستراوس وواغنر جرانوماتوسيس. سريعا بيظهر بأعراض عامة حرارة ونقص وزن وآلام عضلية ومفصلية، وبتكون الأعراض العامة خفيفة نسبيا. الأعراض الكلوية بيترافق مع ارتفاع توتر شرياني لكن ما بكون شائع كتير، بيلي دموي وأعراض فشل كلوي. قد يترافق مع أعراض خارج كلوي، طبعا هو بيسبب إصابته للكبيبات والأسناخ، بيتظهر نفس دموي نتيجة إصابة الشعريات السنخية، وتظاهرات جلدية ممكن يترافق مع فرفريات مجسوسي وآفات نخرية في الأصابع واحيانا تقرحات بالاصابع. مخبريا مثل ما ذكرنا الميكروسكوبيك بولي انجايتس والشرق ستراوس اثنيناتهم بترافقوا مع ايجابيه البي انكا في معظم الحالات. التحليل البول والراسب بنلاحظ تناثر كبه، طبعا دائما عم بعد لكم اياه حتى ما تنسوا لا نظريا ولا عمليا. التناثر الكبه مثل ما ذكرنا النفريتيك دائما بيكون في بيلي دموية عيانية أو مجهرية، اسطوانات كريات حمر وكريات حمر مشوهة بفحص البول والرأس. العلاج مثل أمراض المناعة الأخرى يعتمد علاجه بشكل أساسي على الكورتيزون مع أو بدون مثبطات المناعة، والتي يتم اختياره حسب حالة المريض، وفي أغلب الأحيان بيستخدموا الكورتيزون مع السيكلوفوسفاميد. طبعا في بعض الحالات اللي بتكون ما بتستجيب على الكورتيزون ومثبطات مناعة يمكن اللجوء إلى تبديل البلازما بلازما إكسشينج أو في صيدلة البلازما بلازما فيريسيس في الحالات المهددة للحياة. إنذار الميكروسكوبيك والإنجاتس على الرغم من استجابته جيدة للعلاج إلا أن إنذاره يكون سيئا كونه يصيب الكبد. هلا ننتقل لدى واغنر. واغنر جرانوماتوسيز هو التهاب أوعي حبيبومة نخرة، هذا بصيب الأوعية الصغيرة والمتوسطة وخاصة المتواجدة ضمن الكلي والسبيل التنفسي العلوي والسفلى. انتبهوا ده واغنر بصيب الكلي، لكن اللي بيميزه لأنه في أنواع من التهابات الأوعي بتصيب الجهاز التنفسي العلوي أو السفلة، داء واغنر بصيب الجهاز التنفسي يعني العلوي والسفلة، وبيعطي تظاهرات مميزة. يصيب بشكل شائع أوعية الكبة الكلوية مسببا التهاب كبد وكلي نخرة، ومثل ما شرحت سابقا بالمحاضرة هلا أنه بيترافق غالبا مع بوتشي إميون كريسنتيك جلوميلور انفرايتس اللي مثل ما ذكرنا هو التهاب الكبد والكلي ذو الأهلي أو اللي بنسميه
الرابط البروجريسيف المترقي بسرعة. هو بشكل عام يعتبر مرض نادر وأكثر ما بصيب البالغين متوسطي العمر في عندها كلى الجنسي. سريريا أعراض إصابة كلوية غالبا ما بترافق مع التهاب كلوي مترقي بسرعة وبتكون على شكل بيلي دموي وأعراض فشل الكلوي وارتفاع توتر شرياني غير شائع نسبيا. بتكون الإصابة الكلوية واضحة في 85% من الحالات و10% من المرضى يكون لديهم قصور كلوي منذ البداية لأنه مثل ما ذكرنا هو بترافق مع التهاب كبد وكلي مترقي بسرعة وبالتالي ممكن يكون يأتيك المريض وقت التشخيص يكون عنده واصل لمرحلة قصور كلوي. بترافق مع أعراض وعلامات عامة وتظاهرات خارج كلوي تظاهرات أذية تنفسية سفلية بترافق مع نبث الدم وبالتصوير الشعاعي يعني صورة الصدر الشعاعي بتلاحظ ارتشاحات رئوية عقيدية ثنائية الجانب وأحيانا قد تصل إلى تكهفات. أذية الطرق التنفسية العلوية وهي المميزة لدواء واغنر انتبهوا عليها في حال ذكرت التهاب جيوب أو تخرب بالأنف فهي بتمشي مع دواء واغنر وهي غالبا بتكون مميزة له ومفتاح التشخيص بالقصة السريرية. بترافق مع التهاب جيوب والتهاب أذن وسطى وتقرحات بالبلعوم الأنفي وأيضا بوليبات أنفي ورعاف واللي هاي التظاهرات بالطرق التنفسية العلوية بتميزه عن تظاهرات جود باستر. جود باستر هو مثل ما قلنا في الضاد ضد الغشاء القاعدي في الكبب الكلوية والأسناخ الرئوية لذلك بترافق مع التهاب كبب وكلي ونفث دمه فبتكون الإصابة بداء جود باستر فقط بالطرق التنفسية السفلية ما بيكون عنده تظاهرات بالطرق التنفسية العلوية مثل داء واغنر. أحيانا بداء واغنر التهاب طرق التنفسية قد يحدث تنخر للرغامة والحنجرة وأيضا بترافق مع تظاهرات جلدية مثل فرفريات مدسوسة وتقرحات بالنهايات أو بالأصابع. مخبريا انتبهوا على داء واغنر مثل ما ذكرت بأول محاضرة أنه إيجابية الأضداد سي أنكا بتكون تقريبا موجودة في كل الحالات. تحليل البول والراسب بيكون على شكل تناذر كبة ودا واغنر ما بتنقص فيه المتمن. تشخيص دا واغنر سهل نسبيا وبيعتمد على سالفة العرضة الكلوي الأذية الكلوية والأعراض التنفسية العلوية والسفلية وإيجابية الأضداد سي أنكا. التشريح المرضي تظهر خزعة كلي أحد النمطين التاليين إما التهاب كبة وكلي قطعي بؤري الفوكال سيجمنتال جلومينال نفراتيس أو التهاب كبب كلي سريع مترقي الرابط لبروغريسي. العلاج يستجيب المرض للعلاج في 50% من الحالات في حال كان التدخل مبكرا وفي حال تأخر تصاب الكلي بالتليف لذلك يجب البدء بالعلاج فور التشخيص لأنه هون بهالحالة بيكون يعني بنكون في سباق مع الزمن لإنقاذ الكلي. فإذا شخص المريض بشكل متأخر فبيحصل تليف بالكبب وبتصبح الكبب عاطلي عن العمل. يعتمد علاج داء واغنر بشكل أساسي على جرعات كبيرة من الكورتيزون مع أو بدون مثبطات مناعة بالعادي بالهجمات الحادة لالتهابات الأوعية ومنها مثل داء واغنر عادة بيعطوا البلس الثيرابي بسموها بالكورتيزون بيعطوا الميتيل بريدنيزون 1 جرام لمدة 3 أيام بتنعاد على شكل أشواط 3 إلى 5 أشواط لحتى يسرع لدخول المريض بحالة الهجوم. أيضا إذا ما استجاب المريض على الجرعات العالية من الكورتيزون ومثبطات مناعة يمكن اللجوء إلى تبديل البلازما في الحالات المهددة للحياة. إنذار داء واغنر بتكون استجابته جيدة للعلاج وهذا يعتبر إنذاره جيدا عند متابعة العلاج. تصل نسبة الهجوع إلى 80% من الحالات إذا تم العلاج بشكل مباشر إلا أنه في حال التأخر بالعلاج فإن نسبة الهجوع تنقص إلى 50% وتتليف الكلي. يكون الإنذار سيئا في حال عدم المعالجة حيث تصل نسبة الوفيات إلى 80% خلال سنة. هلأ من أهم الأمراض اللي كمان بتدرسوها عند الأطفال وبأكثر من مكان فرفريت هنخ
شوي اللاين او الفرفريه التاقي، او احيانا لها اسم ثاني بسموها الاي جي اي فاسكوليت، التهاب الاوعي بالاي جي اي. هو عباره عن التهاب اوعي متوسط بالاي جي اي، وهي سميت بهذا الاسم نسبه للعالمين اللي اكتشفوها هينوخ وشون لاين. بتصيب الذكور غالبا واليافعين منهم بشكل خاص بعمر 12 ل 14 سنه، لكن ممكن تحدث باي عمر. يعني اذا جتكم قصه سريريه وصفيه لهنوخ شوين لاين عند مثلا بالغ عمره 30 ولا 40 سنه، طبعا هذا ما بينفي هنوخ شوين لاين، هي بشكل اساسي تصيب الاطفال، ولكن ممكن تحدث باي عمر حتى عند البالغين او باعمار 30 ل 40 سنه. تظهر بالتهاب اوعي صغيره خاصه الموجوده في الجلد والجهاز الهضمي والكلي والمفاصل. متلازمه او تناثر هنوخ شوين لاين لا يصيب الرئتين، بل يكون غالبا تاليا لانتان تنفسي علوي. اذا متذكرين دا بيرغر او اعتلال كلي بالاي جي اي، قلنا بيترافق غالبا مع انتان طرق تنفسيه علويه خلال واحد لثلاث ايام، وايضا فرفوريت هنوخ شوين لاين في اغلب الاحيان بيسبقها انتان بطرق التنفسيه العلويه. اما التهاب الكبد والكلي التالي للانتان بالعقديات، غالبا يتلو التهاب بلعوم او التهاب جلده على الاقل بعد 10 ايام، لذلك لا تخربط في هون هذول بالقصه السريري. الاليه الامراضيه، تحدث الاصابه غالبا بشكل تالي من التهاب الطرق التنفسيه العلوي، حيث يحدث زياده في افراز الاي جي اي ما يؤدي الى توضع اضداد الاي جي اي والمعقدات المناعيه المتوسطه فيها في اماكن مختلفه من الجسم، كتوضعها في المنطقه الميزانشيميه في الكبد الكلويه. الاليه الامراضيه لفرفوريت هنوخ شوين لاين هي اي جي اي فاسكولاتيس، يعني التهاب اوعي متوسط بالاي جي اي، مشابه بشكل كبير للاليه الامراضيه في دا بيرغر او اللي سميناه الاي جي اي النفروباثي. سريريا بيتميز باربع اعراض رئيسيه، هي لازم تحفظوها ما تنسوها. بيتميز بتظاهرات جلدية، وهي غالبا بتكون مفتاح التشخيص، لانه بس شفتها فورا او فورا بتخطر على بالك، وبتنوجد في كل الحالات تقريبا، وتكون على شكل فرفريات مدسوسي على حساب الاوعي، بتكون الفرفريات على جذور الاطراف خاصه الطرفين السفليين، وتعف عن الجذع يعني ما بتشوفها على البطن والصدر، وتدعى الفرفريه التاقيه، بس مجرد تشوفها مره واحده ما بتعود تنساها. وهي صوره للفرفريات، وبتكون مدسوسيه يعني مرتفعه عن سطح الجلد، وطبعا تتميز عن التاق او الشري الاتريكاريا، انه اذا ضغط عليها ما بيزول لونها. هاي تسمى الفرفريات المدسوسه او الفرفريه التاقيه. بالاضافه لتظاهرات كلويه تظهر على شكل تناثر كبة، تظاهرات مفصلية بترافق مع آلام مفصلية في 70% من الحالات، والإصابة المفصلية بالذئب الحمامي بالفرفوري التأقي كذلك بتكون بتصيب المفاصل الكبيرة، وتكون غير مخربة وغير مشوهة للمفاصل، بتترافق مع تظاهرات هضمية، ألم بطني ونزف هضمي، بيتظهر على شكل نزف هضمي يعني تغوط زفتة أو تغوط أحمر قانع في 80% من الحالات. طبعاً انتبه، لا يمكن أن نشخص فرفوريت هنوخ شوين لاين بدون وجود فرفوريات مدسوسي، لأنه مثل ما ذكرنا موجودة في كل الحالات، فهي تظاهرة موجودة دائماً، لذلك نقوم بالبحث عن الفرفوريات في جسم المريض كاملة. طبعاً ليس بالضرورة أن تتواجد باقي التظاهرات الكلوية أو المفصلية أو الهضمية حتى نشخص هنوخ شوين لاين، أي في حال وجدنا 7 إلى 8 فرفوريات في كل الجسم بالإضافة إلى بيلي بروتيني يعتبر ذلك مشخص. مخبريا بترافق مع ارتفاع مستويات الاي جي اي بالمصل، المتممة سي 3 بتكون طبيعي، وأضداد النواة بتكون سلبية لتمييزها عن الذئبة الحمامية الجهازية. انتبه، اسمها فرفوريت هنوخ شوين لاين، ما بترافق مع نقص صفيحات لتميزها عن
الاي تي بي اللي الايديوباثيك ثرومبوسيتوبينيك بربرا، هذيك فورفوريت نقص الصفيحات الاساسه، هذيك تترافق مع نقص الصفيحات. اما فورفوريت هنا شو لاين بيكون فيها تعداد صفيحات طبيعي. فاذا ذكرت بالسؤال انه نقص صفيحات فهو خطا قطعا، واحيانا اصلا قد تكون مرتفعه، فبسبب كون الصفيحات طبيعي فبكون زمن النزف طبيعي، لانه غالبا الفرفوريات بتكون وعائيه بسبب التهاب الاوعي وليس بسبب نقص او اضطراب وظيف الصفيحه. التشريح المرضي مثل ما ذكرنا، خزعه الكلي تظهر تبدلات مشابهه لما يشاهد في دا بيرجر واللي بيقترح الآلي الامراضي ذاتها، حيث تبدا الخزعه بالتالق المناعي، ترسبات ميزانشيميه بتتشكل بصوره رئيسيه من الاي جي اي، واحيانا بشكل اقل ممكن تكون بالاي جي جي والسي 3. هلا علاج الفرفوري التاقي في حال عدم وجود اصابه كلوي او في حال اصابه كلويه خفيفه، غالبا ما بتكون الاصابه محدده لذاتها ويعني تشفى تلقائيا، وخاصه عند الاطفال بتشفى في 80% من الحالات، وبهالحاله بتكون المعالجه ملطفه، يعني ممكن نكتفي بالصادات والمسكنات. اما عند وجود اصابه كلويه شديده تتم المعالجه بالكورتيزون مع او بدون مثبطات المناعه، وبيؤدي العلاج للهجوع في 80% من الحالات، بتكون الاستجابه جيده على العلاج، و20% من الحالات تبقى معنده لكن انذارها بشكل عام جيد. في حال تحول فرفوريت هنخشوين لاين او التهاب الكبوي والكلي المشاهد في سياق فرفري التاقي الى التهاب كبوي والكلي مترقي بسرعه، عندها نلجأ الى اعطاء مثبطات المناعه القويه او في صادة البلازما. ألم ننتقل للالتهاب الأوعي الدموي المتوسطة. في هذا الحالي لا تكون الإصابة على مستوى الشرينات أو الشعريات الدموية، يعني الإصابة ما بتكون بالكبب الكلوي، إنما تصاب الشرايين ما قبل الكبب الكلوي اللي هي بتكون الشرايين المقوسي وبين الفصي الكلوي. تترافق مع حدوث خثار أو تمزق وعائي تالي الالتهاب والنخر، وتتظاهر بنقص تروي بيظهر على شكل احتشاء أو نزور، بيحدث التهاب وتخثر في بطانة الشريان، اللي الالتهاب والتخثر بيؤدي لانسداد لمعة الشريان فبتنقص تروي الكبب وبتظهر وبتؤدي لحدوث تنخر وتصلب وتليف مع احتشاءات بقعية في القشر الكلوي. يمكن أن تتشكل أمهات دم كاذبة في جدار الوعائي، لأنه التهاب الوعائي بيؤدي لضعف بجدار الوعاء، فممكن يؤدي لحدوث أمهات دم كاذبة مثل ما راح نشوف بالتهاب الشريان العديد العقيدة. بما أن الشرايين قبل الكبب هي المتأثرة فلن تتظاهر الإصابة هنا على شكل التهاب كبب وكلي، إنما ستكون الإصابة الكلوية ناجمة عن الاحتشاءات الكلوية بشكل تالي لإصابة الأوعي المغذي للكلي. ومن أهم الأمثلة عليها هو التهاب الشرايين العديد العقيدة ويسموه البولي أرترايتس نودوسا، هو التهاب شرايين نخري جهازي نادر بيصيب الأوعية الشريانية المتوسطة مثل الشرايين الحشوية لبعض أجهزة الجسم ومنها الكليتين، بيصيب الشرايين المقوسة وبين الفصوص، يؤدي إلى حدوث آفات احتشائية في الأعضاء المختلفة، كما يمكن أن يصيب الأوعية الشريانية الصغيرة كالشرايين الداخلية في البرانشيم، ممكن يصيب الأوعية المساريقية، وحتى أحيانا ممكن يؤدي لإصابة بإصابة شرايين المغذي للخصيتين. لا يصيب الشعريات الدموية أو الوريدات، وبالتالي لا يؤدي إلى التهاب كبب وكلي. وعندها انتبه، في حال وجود التهاب كبب وكلي يستبعد تشخيص البان. أشع حدوثا عند الذكور في منتصف العمر، الأسباب مجهول السبب، إيديوباثيك هذا بالغالبية العظمى من الحالات. طبعا بعد الفيروسات البان بشكل شائع يترافق مع الهيباتيتس بي، التهاب الكبد الفيروسي
سي، بي ايضا قد تترافق مع التهاب الكبد سي والاتش اي في والسيتوميغروفيروس الحمى المضخمه للخلايا والابشتاين باي فيروس داء وحيدات النواه الخمجي. قد يكون تظاهره لتفاعلات تحسسيه، وايضا قد يكون في سياق بعض الخباثات مثل لمفوما هوجكن وبيضاد دم ذو الخلايا المشعره الهيريس اللوكي. ايضا قد يكون ثانوي لبعض امراض المناعه الذاتي مثل الذوب الحمامي الجهازي والداء الرثي. كثيرا ما يترافق التهاب الشرايين العديد العقيده مع الامراض انا ذكر، الا ان سبب التهاب الشرايين العديد العقيده غير معروف تماما، ولكن في حال الاصابه بالتهاب الكبد بي فالاذيه الوعائيه تحدث غالبا نتيجه المعقدات المناعيه الجائله في الدوره. سريريا يصيب البان معظم اعضاء الجسم، وبالتالي تختلف اعراضه بحسب العضو المصاب والشرايين المصابه. من التظاهرات الجلديه ممكن يترافق مع تزرق شبكه او فرفريات مدسوسه، تقرحات في الطرفين السفليين وعقيدات. لاحظوا هون بترافق مع افات تقرحي بالساق عند هالمريض هذا، وهون عنده فرفريات مدسوسه. تظاهرات هضميه يصيب الشرايين المساقيه فبيظهر على شكل الم بطني وتبرز زبده. طبعا ممكن يصيب الاوعيه الجمله العصبيه المركزيه، ومن الافات المميزه لالتهاب الشرايين ما حول العقيدة أو البولي أرتريتس نوداسا هو أنه في حال إصابته للجملة العصبية بترافق مع نوع من المونونيوراتيس مالتيبليكس اللي بسموه التهاب العصب الوحيد المتعدد. هذا المونونيوراتيس مالتيبليكس بسم التهاب عصب وحيد متعدد، يعني بتلاقيه بصب لك مثلا لو فرضنا الشريان الزندي بالطرف العلوي الأيمن، أو الشريان أو العصب الفخذة بالطرف السفلي الأيسر، لذلك هذا بسموه مونونيوراتيس مالتيبليك. أعراض غير نوعية كما في كل التهابات الأوعية الجهازية، طبعا حمى ونقص وزن وفقر دم، ألم مفصلي وصداع وتعب. الإصابة الكلوية، الإصابة الكبية بتكون شائعة جدا، ولكن تظهر الأذية الكلوية سريريا في 50% من الحالات، وبتكون مثل ما ذكرنا ما بيترافق البان مع التهاب كبد وكلي، انما بتكون الاذيه الكلويه ناجمه عن اصابه الشرايين المغذيه، وبتكون ناجمه عن الاحتشاءات الكلويه دون اذيه مباشره للكبد. وبيتسمى اعتلال الكلي الاقطاري اسكيميك نيفروباثي، بيظهر على شكل متلازمه كبيه وارتفاع توتر شريان. التشخيص مخبريا المتممة عادة بتكون طبيعية، قد بيترافق مع فقر دم بسبب النزوف، أو حتى أحيانا بيكونوا فقر دم بسبب الأمراض المزمنة أنيميا أو كرونيك ديسيز. بيترافق مع إيجابي البي أنكا مع زيادة بالكريات البيض اللوكوسيتوسيز، قد تكون العامل الرثاني إيجابي، ارتفاع سرعة التسفل والسي آر بي، وفي حال كان سببه التهاب الكبد بي بيكون مترافق مع إيجابي العامل الأسترالي أو الهيباتيتس بي أنتيجين. ما بتشاهد معقدات مناعية جائلة في الدوران. بفحص البول والراسب بيظهر على شكل تناذر كبة، وأحيانا قد ظهر على شكل متلازمة نفروزية لكنها غير شائعة. تشخيصه يعني الشبه أكيد يعتمد على تصوير الأوعي الضليل، يلاحظ من خلال تصوير الأوعي المساريقي أو الكلوي تشكل أمهات دم كاذبة. لاحظوا هون تصوير أوعي ضليل لشرايين الكلي، لاحظوا على الأسهم السوداء تشكل أمهات دم كاذبة، وتقريبا يعني هي توحي بالتشخيص بشدة. علاج البان وإنذاره، بيستجيب بشكل جيد للكورتيزون بكميات عالية مع أو بدون مثبطات المناعة. في حال كان التهاب ما حول الشريان العقيدة مرتبط بالهيباتيت بي يمنع إعطاء
معالجة تثبيطية لوحده ما بصير تعطي معالجة مثبطة للمناعة، لذلك لازم تعالج التهاب الكبد بي بالمضادات الفيروسية الفعالة ضد التهاب الكبد بي مع عطاء ستيرويدات، وأيضا قد يلجأ لتبديل البلازما. إنذاره جيد نسبيا، تبلغ نسبة بقية 80% لعشر سنوات في حال متابعة العلاج، أما إذا لم يعالج فينتهي غالبا بالوفاة. هل التهاب الأوعي الكبير؟ هذا راح ندرسه فيما بعد. التهاب الأوعي الكبير فيما يخص يعني الكلى، غالبا ندرسه مع تضيق شريان الكروي فيما بعد. هلا بنجي لنوعين اعتلال الأوعي الدقيقة الخسارة، ثرومبوتيك مايكرو أنجيو باثي، وهي عبارة عن مجموعة أمراض تتميز بوجود آفة في جدار الأوعي الدموي، الشريانات والشعريات الدموية خاصة، تترافق مع حدوث خثار في هذه الأوعية وانسداد جزئي أو تام في نمعتها. انتبهوا، تشترك جميع هذه الأمراض بإحداثها فقر دم انحلالي، لكن فقر دم انحلالي من نوع خاص يطلق عليه فقط دم انحلالي باعتلالات الأوعية الدقيقة مايكرو أنجيوباثيك هيموليتيك أنيميا، ورح ندرس منها مرضين رئيسيين اللي هني المتلازمة الانحلالية اليوريميائية الـ HUS وفرفرية نقص الصفيحات الخثرية الـ TTB. هذول المرضين المتلازمة الانحلالية اليوريميائية والـ TTB متشابهان سريرياً ومخبرياً بشكل كبير، وأيضاً الآلية الإمراضية تقريباً متشابهة جداً، لكن بيفرقوا عن بعضهم بالعامل المسبب. هلأ المتلازمة الانحلالية اليوريميائية هاي تدرسوها كذلك عند الأطفال، لأنه هي أغلب ما تحدث عند الأطفال. هي عبارة عن انحلال دموي داخل الأوعية الصغيرة، ومثل ما ذكرنا اعتلال انحلال دموي باعتلال الأوعية الصغيرة، بيحدث تجزؤ وانحلال الكريات الحمر أثناء سيرة في الأوعية الدموية غير طبيعية، تحدث بشكل أساسي عند الأطفال، ولكن قد تحدث عند الكهول، ولكن بشكل أساسي هي تحدث عند الأطفال. آليتها الإمراضية، تحدث الأذية الوعائية في هذه الحالة بسبب الضيفانات الشبيهة بالشيغيلا شيغا لايك توكسين، واللي تفرزها أحد ذراري الإشريشيا كولاي وأشعة، انتبهوا لها الرمز هذا بيجيبوه كثير بالأسئلة، الأو 157H7، أو حتى هاي الشيغالاي توكسين ممكن تفرزها الشيغيلات الزحري، وغالبا بتكون تالي لإصابة معوية بهذه الجراثيم، لذلك غالبا ما يبدأ المرض على بشكل إسهال مدمر. هاي الزيفانات تعبر جدران الأمعاء وتصل إلى الدوران، ترتبط بمستقبلات موجودة بشكل خاص على الخلايا البيطانية للأوعية الدموية الدقيقة مثل الكبب الكلوي، بتؤدي لحدوث أذية فيها. تؤدي هذه الأذية إلى التصاق غير طبيعي للصفيحات على بطانة الأوعية الصغيرة، مشكلة خثرات صفيحية مجهرية بليتليت ثرومبو إمبولي ميكرو ثرومبي. هذه الخثرات تحول السطوح الملساء لبطانة الأوعية إلى سطوح شائزي، يعني سطوح غير منتظمة، تشبه يعني سطوح الأوعية الدموية بتصير مثل المسامير، مما يسبب تجزؤ الكريات الحمراء أثناء عبورها وتؤدي إلى تخربها وانحلالها. تسمى هذه الكريات المنحلة بالكريات المجزأة الشيسوسايت، أو الخلايا الخوذية لهلمت هلمت سيل. هاي الخلايا تأخذ شكل الخوذي، لكن بشكل عام بس نذكر باللطاخة المحيطية. طبعا هاي الأمراض تدرسوها كمان بشكل أساسي بأمراض الدم، ولكن هون مذكورة من ناحية كلوي، لكن المتلازمة الانحلالية اليوريميائية والتي بي بي تدرسوهم بشكل مفصل بأمراض الدم. فوقت اللي بيذكر باللطاخة المحيطية كريات حمر مجزأة، فورا بتفكر بالأمراض اللي ترافق مع فقر دم انحلالي باعتلال الأوعية الدقيقة.
ايضا بيتم استهلاك الصفيحات في تشكيل هذه الخثرات المجهريه، مما يؤدي الى حدوث نقص بالصفيحات. الاله المرضيه لل HOS ما بتتضمن تشكل معقدات مناعي. الاصابه الكلويه في سياق المتلازمه الانحداريه اليورومائيه تحدث بشكل اساسي في الشريانات الوارده من الكبه الكلويه والاوعيه الشعريه الكبي، حيث يحدث انسداد في هذه الاوعيه بسبب الخثرات المتشكله داخل اللمعه، بالاضافه الى تراكم المواد تحت البيطاني الوعائي اللي بتكون ناجمه عن تحطم الخلايا والفبرين. نتيجه لذلك بيحدث انسداد وعائي وتنخر قشر كلوي ثنائي الجانب يعطي منظر عضه البروز، وهذا منظر نموذجي لاصابه الكلى باحتشاءات نزفيه متعدده. طبعا منظر عضه البرغوث مو فقط مميز او خاص بالمتلازمه الانحداريه اليورومائيه، احيانا يشاهد في حالات ارتفاع الضغط الشرياني وايضا بالتي تي بي والتهاب الشرايين العديد العقيدي. سريريا مثل ما ذكرنا انه بسبب افراز الذيفانات غالبا ما تسبق باعراض بادري تتمثل بإسهال مدمى مترافق مع ألم بطني وحمى. فمثل فرفريت أو المتلازم الانحداري اليورومائي في إلها ثالوث عرضي، وهو بيتألف من فقر دم انحلالي باعتلال الأوعية الدقيقة، نقص صفيحات وإصابة كلوية بتظهر على شكل ارتفاع في البولي والكريتي. فالثالوث العرضي بيتألف من فقر دم انحلالي، يعني المريض بيكون عنده شحوب ويرقان، وأعراض نقص الصفيحات بتكون عنده في نزوف باللثي والجلد وفرفريات، وأعراض إصابة كلوي أو أذي كلوي حاد. انتبه لحتى تميزها عن تي تي بي فرفوريت نقص الصفيحات الخثرية. المتلازمة الانحلالية اليورومائية الأعراض العصبية عادة بتكون غير شائعة، لذلك إذا كان انذكرت قصة سريرية وكان فيها أعراض عصبية فهذه القصة غالبا بتمشي مع التي تي بي. أما المتلازمة الانحلالية اليورومائية عادة الإصابة العصبية بتكون فيها غير شائعة، ولكن في بعض الحالات غير نموذجية من المتلازمة الانحلالية اليورومائية قد تترافق مع أعراض عصبية. مخبريا بتلاحظ فقر دم انحلالي ونقص خضاب الدم لا أقل من 10 جرام بالديسيلتر. مثل ما ذكرنا فقر الدم ناجم عن اعتلال الأوعية الدقيقة وليس بآلية مناعية، أيضا بيترافق مع نقص صفيحات بسبب استهلاكها في تشكيل الخثرات فبيطول زمن النزف. انتبهوا بالمتلازمة الانحلالية اليورومائية والتي تي بي عادة بيكون زمن البروثرومبين وزمن البي تي تي بيكونوا طبيعيين، لأنه الآلية الإمراضية ما بتترافق مع تفعيل شلال التخثر، فلذلك يعني لا يعتبر اعتلال تخثر استهلاكي مثل الدي آي سي، لذلك هوني ما في استهلاك لعوامل التخثر، فبكون زمن البروثرومبين وزمن الترومبوبلاستين الجزئي أو الاي بي تي تي بيكونوا طبيعيين. فحص البول والراسب بيظهر بيلي دموية مجهرية وبيلي خضابية اللي هي مفتاح التشخيص، لأنه مثل ما ذكرنا انحلال الدم داخل الأوعي بيؤدي لحدوث بيلي خضابية، وأيضا ممكن يترافق مع بيلي بروتيني تحت نفروزي. قد يظهر شح بول وارتفاع كرياتين المصل نتيجة للتطور أذي كلوي حادي لدى المريض. مثل ما ذكرنا في البداية المتلازمة الانحلالية اليورومائية هي السبب الرئيسي للأذي الكلوي الحادي عند الأطفال، وتعتبر السبب الثاني للقصور الكلوي المزمن عندهم بعد التهابات الكبد والكلي. طبعا مجهريا لطاخة الدم المحيطي يلاحظ بشكل أساسي الكريات المجزأة، وهي اللي بتدل كمان على التشخيص. العلاج عادة يكون داعما وعرضيا مراقبة حالة المريض وتحسينها، مثل نقل الدم والإماهة وضبط السوائل والشوارد، معالجة ارتفاع الضغط الشرياني،
هذا بفيد على المدى الطويل بشكل خاص عند المرضى الذين تطور لديهم قصور كلوي مزمن بعد المتلازمة الانحلالية اليوريميائية. إعطاء الهبارين للتخفيف من التخثر الذي قد يحدث داخل الأوعي، وأيضا يمكن إعطاء مضادات التصاق الصفيحات. قد يلجأ إلى غسيل الكلي في بعض الحالات، وأحيانا قد يفيد تبديل البلازما. بالمتلازمة الانحلالية اليوريميائية ليس هناك حاجة لإعطاء الكورتيزون أو مثبطات المناعة، لأن سبب المتلازمة أذية وعائية وليس أذية مناعي. انتبه، إعطاء الصادات بالمتلازمة الانحلالية اليوريميائية مضاد ضاد ما لم يكن هناك تجرثم دم باكتريميا. كما أننا انتبه للشغل الثاني، لا نعطي للمريض صفيحات على الرغم من نقصة لأن بتسرع من تشكل الخثرة. هلأ هاي الصورة مظهر عرض البرغوث اللي بتشاهد بالمتوسط الانحلالي اليوريميائي، وأيضا بالتي تي بي وارتفاع التوتر الشرياني وأمراض أخرى. نعم، تعتبر المتلازمة الـ HOS محددة لذاتها وبشكل خاص عند الأطفال، وإنذار جيد وليس سيء، ونسبة وفيات الأطفال ليست كبيرة في حال تم المراقبة جيد. هلأ في المتلازمة الانحلالية اليوريميائية اللانموذجية، هاي بتشبه المتلازمة الانحلالية اليوريميائية النموذجية، بتحدث أذية في البطانة الوعائية ومن ثم يحدث تجمع الصفيحات وتخثر يتلوه حدوث انحلال في الكريات الحمراء. لكن الاختلاف هون أن السبب الحالي ما بيكون ذيفان، إنما يحدث بشكل مجهول السبب أو تالي لمحرض مثل بعض الأدوية أو الإنتانات أو الحمل، وقد يحدث أحيانا بشكل عائلي نتيجة طفرات معينة. هلأ في نوع منها المتلازمة اليوريميائية الانحلالية الحملية، هاي بتسبب قصور كلوي حاد، غالبا ما يكون متأخرا بعد الحمل، إنذار سيء، غالبا ما تحتاج المريضة إلى غسيل أو زرع كلي، ولكن لحسن الحظ ما يحدث نقص إذا تم الزرع. هاي المتلازمة تحدث فيها اللي تحصل أثناء الحمل، تحدث الأكوت كيدني إنجري الأذية الكلوية الحادة في بداية الحمل بسبب إجهاض إنتاني غالبا، في حين إذا حدثت بالأشهر الأخيرة بتكون غالبا تالي للنزوف، مثل إذا كان المريض عنده ارتكاز مشيمي باكر أو ارتكاز مشيمي معيب، أو حتى بسبب الانسنام الحملي. تعبتوا؟ على يعطيك العافية حكيم. الله يسلمك يا رب. على المحاضرة نظريا معلومات هائلة جدا، فرح استتعب وملل عند الطلاب، هذا مفروغ منه زي المحاضرة. والله حكيم، هي المحاضرة يعني هني أوفرين فيها كتير بصراحة، يعني ما في داعي أصلا يعني لهي الأمراض، يعني كان بكفي إنه مثلا الذئبي الحمامية الجهازية كونها هي شائعة، يعني التهابات الأوعية ما كان في داعي، ولكن هو على ما أعتقد لأنه الكتاب تخصصي فما والله هي الأمراض في توسع كتير جدا فيها بصراحة. نعم كتير، نعم، لأنه حتى التي تي بي والمتلازمة الانحلالية اليوريميائية عادة يعني ما كنا ندرسها بأمراض الكلي، ولكن الكتاب لأنه اختصاصي على كل حال أنا ما راح يعني ما راح اطالبهم بهالمواضيع الاختصاصيه البحثي، ولكن لا باس انه الواحد يعني يفتح ويطلع عليها ياخذ نظره عليها. نعم ولا هي مواضيع اختصاصيه يعني صراحه. على كل حال هي حكيم تقريبا راح اخلص، يعني ما ضل عندنا غير مرضين
فرفوريه نقص الصفيحات الخثري وصلابه الجلد تقريبا نخلصهم ان شاء الله. يلا قولوا يلا يا شباب، الله يعينكم. يلا يا هلا بننتقل للفريق على راس الحكيم. فرفوريه الخثريه التي تي بي هي مرض نادر وخطير وبصيب الاوعيه الصغيره في الدماغ بشكل خاص، لذلك مثل ما ذكرت ترافق مع حدوث اعراض عصبيه، بتصيب البالغين باعمار 30 ل 40 سنه. الآلية المرضية لمتلازمة فرفورية نقص الصفيحات الخثرية بتحصل الأذية الوعائية بسبب نقص في خميرة اللوبروتياز، لها اسم مميز آدم تي اس، وهي هاي الخميرة بتشطر عامل فون ويلبراند وبتكون مسؤولة عن تصفيه. بيكون النقص إما وراثي أو بسبب وجود أضداد ذاتي بتهاجم هالخميرة هاي، بيؤدي تراكم الجزيئات الكبيرة غير المشطوبة من عامل فون ويلبراند إلى التصاق غير طبيعي للصفيحات على بطانة الأوعية الصغيرة، مشكلة خثرات صفيحية مجهرية وبتستهلك الصفيحات، فتؤدي هذه الخثرة الصفيحية إلى تغذي الكريات الحمر العابرة ضمن والحلالة مثل ما ذكرنا، أو يعني أنه بصير فقر دم انحلالي باحتلال الأوعية الدقيقة. سريريا بتظهر على حرارة واضطرابات عصبية مثل ما ذكرت، الـ HUS ما بترافق مع أعراض عصبية أو بتكون غير شائعة، أما الـ TTB بس شفت في أعراض عصبية مثل تخليط وهذيان واختلاج بتفكر بالـ TTB لأنه هني مخبريا وسريريا كثير متشابهين، وبتكون الأعراض العصبية في الـ TTB أشد منها في الـ HUS وأكثر شيوعا. أعراض الأذية الكلوية بتكون أقل شيوعا منها بالمتلازمة الانحلالية اليورومائية، ومثل ما ذكرت تتشابهوا هني مخبريا وسريري. علاج تي تي بي بيحتاج طبعا، تي تي بي كمرض أخطر من المتلازمة الانحلالية اليورومائية، لذلك يحتاج مريض وعيني مشددة، ولازم العلاج بأسرع ما يمكن، والعلاج الأساسي بيكون بتبديل البلازما يوميا لسحب الأضداد التي تهاجم أنزيم البروتياز من بلازما المريض، لذلك تبديل البلازما يوميا بيخفف من هاي الأضداد الموجودة عند المريض. إذا ما تحسنت الحالة يمكن لجوء استخدام مثبطات مناعة في حين لا يفيد إعطاء الكورتيزون كثيرا. وطبعاً من المعالجات الحديثة هلأ للتي تي بي هي الريتوكسيماب، هذا أحد المونوكلونال أنتي بادي، وهو أضاد وحيد النسيلي ضد بسموها الأنتي سي دي 20. الريتوكسيماب يستخدم في علاج التي تي بي. طبعاً مثل المتلازمة الانحلالية اليورومائية لا يجوز إعطاء الصفيحات حتى لو كانت ناقصة لأنه بيزيد من الخطر. طبعا بس فقط كلمتين على الانذار، انذار تي تي بي اسوأ من المتلازمة الانحلالية اليورومائية لانه الاصابة العصبية عادة تكون فيها اشد، بالاضافة الى التخثر في سياق تي تي بي بكون منتشر وبصيب تقريبا كل اعضاء الجسم. هلا بنجي للمرض الاخير وهو مذكور، طبعا هو مرض مفصلي بشكل اساسي ولكن لأهميته الكلوية لأنه بصير في أزمات كلوية، فلذلك مذكور بالأمراض الكلي، وهو صلابة الجلد الجهازية أو السيستميك سكليروسيس. هذا مرض مناعي نادر وخطير من آفات النسيج الضام، بيتظهر بتليف واسع في الجلد وبأعضاء الجسم المختلفة مع أذية واسعة في الأوعية الدموية الصغيرة. طبعا بصيب الذكور أكثر، بصيب الإناث أكثر من الذكور في منتصف العمر. سريريا يصيب تصلب الجلد غالبا مع تطور إصابات في أعضاء أخرى كالكلي والقلب والسبيل الهضمي وأيضا العضلات والرئة. بتختلف الأعراض السريرية حسب مكان الإصابة. الجلد راح نذكر أهم التظاهرات الجلدية، بيكون الجلد مشدود
وبيكون المريض له سحن جامدي دون تعابير، واذا بتشوف مريض صلابة الجلد بتلاقي حتى فتحه الفم عنده بتصغر وما بيعود يحسن يفتح تمه بشكل كويس. الاصابع تبدو الاصابع واليدين شمع مع حدوث تصلب فيها، بيترافق مع حدوث ظاهر رينو اللي هي ظاهره وعائيه نتيجه تضيق او تشنج الاوعيه الصغيره المغذيه لاطراف الاصابع، تتحرض بالبرد والشدات النفسيه وبعض الادويه، واحيانا قد يترافق مع اثاث نخريه برؤوس الاصابع، تقرحات برؤوس الاصابع. بالرئتين بيصيب الرئتين وبترافق مع تليف رئوي خلاله واذيه وعائيه، ف اصابته للرئتين ممكن بترافق مع تليف رئوي خلاله، واصابته للاوعيه الرئويه ممكن يؤدي لحدوث ارتفاع توتر الرئوي. بالجهاز الهضمي يحدث تصلب وتليف في عضلات النساء في اي مكان من السبيل الهضمي، غالبا بيظهر باعراض مرئيه مثل عسره بلع وقلص معده مرئه. هي بس كلمتين على الهامش، ليش بترافق مع عسره بلع وقلص معده مرئه؟ لانه مثل ما بتعرفوا الثلثين العلويين للمريء بيكونوا عضلات مخططه، اما الثلث السفلي للمريء بيكون عضلات ملساء، فهي بتصيب العضلات غير الاراديه، صلابه الجلد عاده، غير التهاب الجلد والديرماتوميوزايت، التهاب العضلات العديد يصيب عاده الثلثين العلويين للمري، اما صلابه الجلد بتصيب الثلث السفلي للمري، لذلك بتصير حركه الجزء السفلي للمري ضعيفه، فممكن يترافق مع عسره بلع وقلص معده مري. الكليتين بيصيب تصلب الجهاز بسبب اذيه كبيه صريحه وبتصاب الشرايين والشرينات داخل الكلوية، بتتنوع الإصابة الكلوية في سياق تصلب الجهاز من بيل بروتيني خفيفة ونقص خفيف في الرشح الكبي إلى حدوث ما يسمى بالأزمة الكلوية التصلبية، وهي هاي الأهم في صلابة الجلد يسموها الرينال كرايسيس. تترافق الأزمة الكلوية التصلبية مع ارتفاع ضغط شديد وقصور كلوي حاد. التشخيص بخزعة الكلي بيلاحظ آفات انسدادية خاصة بالشرايين ما بين الفصيصات، وتأخذ لأوعية شعرية أو متوسطة مظهر مميز بخزعة الكلي بيسموه مظهر قشرة البصل. خزعة الجلد تظهر بشكل مشابه أيضا، بتأخذ الأوعية منظر قشرة البصل مميز، بالإضافة للتوضع الواسع للكولاجين بالأدب. هاي الصورتين إذا بتلاحظوا بخزعة الكلي هذا مظهر قشر البصل بترافق مع الأذية الكلوية في صلابة الجلد. هلأ العلاج، يركز العلاج في هذه الحالة على تخفيف تأثير المرض على الأجهزة المختلفة والحد من تدهورها، ولكن بشكل عام لصلابة الجلد لا يوجد علاج شافي قادر على معاكس التليف. بيتضمن العلاج علاج ظاهرة رينو وتقرحات الأصابع بتجنب البرد ما أمكن، لأنه قد يسبب تموت السليميات الأخيرة في اليدين والقدمين. طبعاً بظاهرة رينو بتنعطى عادة موسعات وعائية مثل حاصلات أقليد الكالسيوم ومثبطات البروستاغلاندين للتخلص من التشنج الوعائي. طبعاً حاصلات بيتا مضاد صباب إعطائها مطلق في عند لأي مريض يعاني من ظاهرة رينو. بتزيد تشنج الأوعية اللي هي بتكون متضيقة أصلاً وبتسيء للنبض المحيطة. ضبط الضغط الشرياني، طبعاً أفضل الأدوية لعلاج الأزمة الكلوية في صلابة الجلد هي مركبات الأسي إي إنهيبيترز، مضادات الخمير القالب الأنجيوتنسين مثل الكابتوبريل والليزينوبريل والإنالابريل، أو الأنجيوتنسين 2 ريسبتر بلوكر، مضادات مستقبلات الأنجوتنسين مثل لوزارتان والبالسارتان، أو حاصلات أقنيد الكالسيوم. يمكن أن يفيد إعطاء السيرويدات ومثبطة المناعة، لكن كما ذكرنا لا يوجد شفاء والإنذار سيء. لهون بكون انتهت محاضرتنا، إذا في حدا عنده سؤال يتفضل. بعتذر طبعا هي المعلومات فيها كتير كبيرة عليكم، لكن هذا الشيء المذكور بالكتاب، لكن ما تقلقوا إن شاء الله منها، أنتوا بس تدرسوها وخذوا عنها معلومات، وأنا ما بجيب لكم إلا يعني من الشيء الشائع وليس الشيء الصعب عليكم كتير.
كل الشكر حكيم، الله تمام يعطيك ان شاء الله. العافية. الله يعافيك حكيم. اذا في عندك الله تعقيب يعافيك. تفضل محمود. انا او بالنسبه لطلابنا، طبعا انا حطيت لهم بالصوره انه انا جهزت لهم استاج عملي للكليه، فقلت لهم احضروا التهابكم ببيت الكليه. راح انزل انا سلايدات لسبع امراض كلويه شائعه، سواء كانت نفرتك ولا نفروتك، وبنميز ما بين كل وحده وحده، سواء كانت بخصوص الكليه او بعد التحاليل او بعد وجود المتممه او غيابه. يعني حيكون التركيز على الشيء العملي اللي فيه، باضافه علاج بنقاط ولآلاف خفيفه ان شاء الله. تمام حكيم. انا غالبا انت راح تعطيهم بالستاج العملي يعني التهابات قبض الكلي البي دي اي، يعني مثل التهاب نعم قبض الانتان بالعقديات، اداء نعم بيرجر او الممبرانوس او طبعا هذول درسناهم. بس هلا كان نعم احنا راح نخلص التهابات قبض الكلي، هون ذاكرين التهابات قبض الكلي الثانوي. طبعا هسه الدرس القادم راح يكون امتع، لانه راح ندرس التهابات قبض الكلي الثانوي بآلي غير مناعي اللي بتحدث مثل اعتلال الكلي السكري او بالداء النشواني، فبتكون تماما اسهل. تماما تمام. طبعا انا ميزت له انه لما يكون في عندنا مثلا نفرتك ولا نفرتك، مين الامراض بتكون موجوده بين نفرتك ومين الامراض بين نفرتك، ومين بتكون موجوده ما بينهما بين نفرتك والنفرتك. لما نعم بتجيك المساله السريه تعرف لوين انت تتوجه. نعم نعم تمام. هاي كثير شغله مهمه، ايه طبعا يميز كمتلازمه نفروزيه نعم، وكمتلازمه نفري. كلويه ايه، وثانيا يعرف الامراض اللي بتترافق مع النفروزي فقط صافي او تماما صافي، والامراض اللي ممكن تظهر بشكل مشترك بيناتهم. مزدوج بيناتهم، وكيف ياخذ نقاط خفيفه عن العلاج. نعم، هي كلها مثبطات مناعه وكورتيزونات مثل ما انا بلاحظ. يعني نعم طبعا امراض الكلى بشكل اساسي بتعتمد على الكورتيزون ومثبطات مناعه. ولهذا انا اصريت على الشباب انه يخلصوا التهاب كبد الكليه ويدرسوها، لانه واسعه جدا الموضوع اللي عم تعطيه انت، لحتى لما وصلوا للاستاج العملي يكون ياخذين صوره عامه ان شاء الله. ان شاء الله احنا تقريبا خلصنا هلا التهابات وابو الكلي، فيك تعطيهم اللي بدك اياه عن حكيم. ان شاء الله. مشكور حكيمنا، كل الشكر، الله يعطيك العافيه، عزبناك معك. الله يسلمك وشكرا لحضورك، تشرفنا الله فيك. يسلمك، موفقين طلابنا، الله يعطيكم العافيه بامان الله. بامان الله حكيم. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.